بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جن ولينكس، معكم عبد المجيب، واليوم راح نتكلم إن شاء الله عن السيستم دي والإنت سكريبت. طبعا لحظة شوي، بالنسبة للسيستم دي والإنت سكريبت هم عبارة عن شلون أوصف لكم إياهم، يعني عبارة عن برامج أو خدمات مسؤولة عن برامج اللي تشتغل أو عن الخدمات المشتغلة. طبعا بالسيستم دي راح تسمى، مو بخدمات راح تسمى وحدات اللي هي يونتس، لكن بالنسبة للإنت سكريبت راح تسمى سيرفس اللي هي خدمة، لكن الفائدة أو المغزى واحد. طيب وش الفرق بين هذا وهذا، وأساسا هم وش هم؟ أوكي راح أعطيكم مثال بسيط. الكمبيوترك أول ما يشتغل في خدمات معينة لازم تشتغل بدء التشغيل، تمام؟ من ضمن الخدمات هذه مثلا مدير الواجهة الرسومية، نفترض KDM أو GDM. أيضا من ضمن الشغلات هذه مثلا مدير اتصال بالإنترنت، سواء كان DHCPCD أو Network Manager، تمام؟ في شغلات ثانية طبعا، لكن هذه هي الأساسية واللي أنتم تطرقنا لها حنا قبل. لما نحن نعرف الإدارة للسيستم دي أو الانت سكريبت، راح نعرف شلون نقدر نتسيطر على الكمبيوتر بشكل أكبر، مما يعني أنه راح نتخلص من موضوع إعادة التشغيل اللي حنا نحاول قدر الإمكان ما نوصل له. طبعا لأنه أساسا أغلبكم يعني من الآخر منحاش أو هاج عن إعادة التشغيل اللي كانت على ويندوز، فعند معلق ويندوز إعادة تشغيل، عندك مشكلة إعادة تشغيل، شغلة معينة ما اشتغلت إعادة تشغيل. فأنت لما تعرف تسوي بالسيستم دي شغلاتك هذه، وتعرف تدير السيستم دي أو الانت سكريبت أو بالأصح السيرفيسز والخدمات والوحدات، راح يكون عندك قابلية أنك تحكم بالكمبيوتر بشكل كامل وتطفي وتشغل بدون ما أنك تشغل أو تطفي الكمبيوتر نفسه، ما يعني أنك راح تستغني عن إعادة التشغيل. من ضمن الأشياء اللي ممكن احنا نواجهها بشكل يومي اللي هي قد تضيف إضافة معينة على الواجهة، نفترض واجهة KDE اللي شايفينها قدامكم، أحيانا أضيف شغلات غير متوافقة أصلا مع الواجهة، تمام؟ فلما تكون الشغلة غير متوافقة مع الواجهة طبيعي أنه راح يكون في مشكلة بالواجهة. لما يكون في مشكلة بالواجهة وتعلق الواجهة، ما أقوم إعادة تشغيل، أرجع للشل اللي كان يشتغل قبل ما تشتغل الواجهة الرسمية، وأقدر أني أوقف الخدمة هذه أو أسوي لها إعادة تشغيل وتشتغل مع الواجهة الرسمية بدون ما أني أسوي إعادة تشغيل الجهاز نفسه. أوكي كثرنا بربرة، خلونا نشوف شلون أساسا نقدر نسوي إدارة الخدمات هذه من الشل. أوكي خليكم معي. أوكي الحين راح نشوف شلون نقدر نتحكم بالخدمات. أول وأهم خدمة لك كمستخدم عادي او كمستخدم على كمبيوتر عادي وليس كسيرفر، هو التحكم بالواجهه الرسوميه. اوكي لما يعلق الكمبيوتر ينهار طبعا، ايش راح تسوي؟ ريستارت، صح ولا لا؟ احنا راح نلغي موضوع الريستارت هذا، راح نسوي ريستارت للواجهه الرسوميه فقط. اساسا الكمبيوتر ما يعلق، لينكس ما يعلق، اللي يعلق عندك او يخربط عندك هي الواجهه الرسوميه بسبب اضافه معينه انت ضفتها على الواجهه الرسوميه ما توافقت. اوكي شلون نقدر نعيده؟ بالنسبه لك كمستخدم للارتش لينكس، لو كتبت سيستم CTL بالشكل هذا ضغط انتر، راح يعرض لك جميع الخدمات او جميع الاشياء اللي ممكن تتحكم بها من ناحيه تشغيل او ايقاف تشغيل او بدء تشغيل او الى اخره. فانت بالطريقه هذه راح تعرف اسم او مسميات الخدمات. انت ما تعرف اسم الخدمه اللي تشتغل عندك، هل هي مثلا KDE؟ الKDE تستخدم KDM، الجنوم تستخدم GDM، مثلا XFCE تستخدم LXDM، او بقى صح XDA تستخدم LXDM. طيب انت شلون تحفظ الاسماء هذه؟ صعب انك تحفظها، راح تنزل وتبحث عن الشيء اللي تبحث عنه. انا ابحث عن KDM، راح اتاكد الKDM موجود عندي ولا لا، امشي اوكي زي ما انتم شايفين هذا هو الKDM. اوكي الKDM هو المسؤول عن الواجهه الرسوميه عندي حاليا على الKDE، لذلك هو اللي راح اوقفه في حال انه حصل عندي مشكله. شلون اوقفه؟ لما تخلص من البحث هنا تضغط على كنترول سي مره ثانيه عشان تقدر تكتب، او كنترول زد. اوكي او افتح واحده جديده. اوكي لحظه ما راح تشوفون الخطه، انا حاط لكم هذا بيج عشان تشوفون. طيب اول شيء ادخل على الروت سيو، تكتب الباسورد حق الروت او تكتب سودو سيستم CTL. اوكي لما تصل سيستم CTL في ثلاث خيارات، الخيار الاول ستارت او ستوب او ريستارت. ستارت راح يشغل الخدمه، ستوب راح يوقف الخدمه، ريستارت راح يسوي اعاده تشغيل للخدمه اللي تشتغل حاليا، لانه الكي دي ام اساسا يشتغل راح يسوي ريستارت كي دي ام. لكن اساسا 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 لما تعلق الواجهه الرسوميه انت ما عندك طرفيه، فشلون تسوي ريستارت كي دي ام وانت ما عندك طرفيه؟ راح تدخل على الشل
شايفين الكيبورد هنا، فيه زي ما انتم شايفين هنا راحت هذه، هذه الكنترول وهذه الت عشان ما حد يسال عنها، كنترول الت مع واحد من الافات هذه اف 1 او اف 2 او اف 3. تخيلت نفسي هذاك العازف اللي يعزف بالشكل ذا، ما تشون عازفون ذولا، اعتقد هواء. تمام اوكي، لما تسوي الشغله هذه هو ينقلك على الشل، الشل عباره عن شاشه سوداء فارغه ما فيها غير سطر واحد لتسجيل الدخول. سطر تسجيل الدخول راح تكتب فيه اسم المستخدم، روت، وكلمه المرور حقه الروت، وتدخل. لما تدخل تطبق الامر هذا، تكتب سيستم سي تي ال ريستارت كي دي ام. انا لو اسوي هذا راح توقف الواجهه عندي، لكن لما تسوي الشغله هذه انت عندك راح يوقف الواجهه وراح يفتحها لك من جديد وتدخل عادي جدا. اوكي، لنفترض انك تستخدم ابونتو او فيدورا او لينكس مينت، الوضع مختلف تماما عن السيستم سي دي ال او سي تي ال بلا صح هي بس ريزي. بالنسبه للشغلات هذه اللي هي ابونتو طقتها، غالبا الاول صح كلهن موجوده بالمسار هذا اللي هي السكريبتات او الخدمات، موجوده على etc.net.t. طبعا الارسنكس اساسا مو موجود المسار هذا، لكنه هناك موجود. انت ايش راح تسوي؟ راح تكتب ls etc.net.d بالشكل هذا. ارسنكس موجود rc.conf، لكن عفوا rc.d، لكن هذا الان غير مستخدم كل النظام بشكل عام. اوكي، لما تسوي كذا على الارش، عفوا على لينكس مينت، على لينكس مينت راح تكتب init.d، عفوا لا عاد اكتب ذي، انا كتبت هذا عشان اعطيكم مثال. راح يعطيك بالشكل هذا اسماء الخدمات، تبحث عن اسم الخدمه اللي انت حابب توقفها او تشغلها. نفترض اللي هي كي دي ام، راح احصله هنا لانه عندي ال اوكي مو موجود، لكن لو كنت على لينكس مينت وتستخدم كي دي اي راح تحصله. لينكس مينت حاليا تستخدم شيء اسمه ام دي ام بالشكل هذا، اسمه ام دي ام 100% راح تحصله هنا. راح تحصل جي دي ام اذا كنت مثبت جي دي ام، راح تحصل كي دي ام اذا كان مثبت اللي كي دي اي. طيب شلون اقدر اتحكم به؟ بسيط جدا 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 بالنسبه للنكس مينت. راح تكتب مسار الخدمه، لنفترض اللي هي اس اس اتش دي، تمام، تكتب اي تي سي انت دوت دي. ما زلت اتكلم عن لينكس مينت وليست ارتش لينكس، ارتش لينكس ما موجود المسار هذا. اوكي، اكتب اس اس اتش دي ريستارت انتر. طبعا اساسا مو موجود المسار هذا، لكنه هو موجود عندي على ذي. طيب خلونا نجرب على الار سي دوت دي اس اس اتش دي ريستارت. زي ما انتم شايفين راح يطلع لكم بالشكل تقريبا بالشكل هذا. اوكي، بس لانه اساسا انا الخدمات هذه او النظام عندي ما يستخدم اللي هو الار سي دوت كوم، يستخدم السيستم دي. تمام، نفس الكلام اذا حاب تشغل خدمه معينه تكتب ستارت او ستوب او ريستارت، واحده من الخدمات هذه، تشغيل، ايقاف، اعاده تشغيل. طيب بالنسبه لل سوي كلير، الحين عرفنا شلون نستعرض او نبحث عن اسم خدمه معينه. بالنسبه للسيستم دي شلون تقدر تسويه بدء التشغيل، خدمه معينه تحطها بدء التشغيل. طيب ايش استفيد اولا من بدء التشغيل؟ في خدمات معينه خطر ان تكون موجوده بدء التشغيل. الان راح نوصل نتكلم عن السيرفرات شوي. الاس اس اتش بالنسبه لي، اوكي، اذا كان عندي سيرفر معين احتاج الاس اس اتش، لكن لو تركته مفتوح قد يحصل شخص ما على الاس اس اتش المستخدم حق الاس اس اتش ويدخل ويسوي اللي يبي. تمام، طبعا الاس اس اتش خلينا نقول سكيور شيل عشان استريح من الاس اس اتش. بالنسبه للسكيور شيل ممكن انك تحطه ببدء التشغيل بالشكل هذا، سيستم سي تي ال انيبل اس اس اتش انتر. لما يقول لك السطر هذا يقول لك ال ان اس، تاكد انه تم تشغيل وبدا التشغيل. لكن انا قلت لك ليش خطر تشغل السكيور شل. اذا كنت ما تعرف السيرفر وما تعرف اعدادات الحمايه الخاصه بالسكيور شل، لا تحطه بالتشغيل لانه راح يكون دائما يشتغل معك. الاس هو السكيور شل، يفترض انه يسمح له باوقات معينه يشتغل واوقات معينه يطفى. بالنسبه للطريقه هذه تستخدم عن طريق الكرون اذا كنت مستخدم سيرفرات او عندك سيرفر وانت مدير سيرفر، انصحك انك تحط عندك كرون. الكرون هذا ايش راح يسوي؟ تخليه مثلا من الساعه 9 صباحا للساعه 12 الظهر مشتغل الكرون، بعد هذا يتوقف. فانت تعرف لما تبي تدخل على السيرفر عندك تدخله بالمنطقه او بالوقت هذا، او تتركه ساعه ورا ساعه. طبعا الكرون انا تكلمت عنه، ادخل على الفيديوهات عندي على القناه وابحث عن الكرون بالشكل هذا كرون، وراح تحصل كلام كثير تكلمته عن الكرون. اوكي، هذا بالنسبه للتشغيل. بالنسبه لايقاف التشغيل لخدمه معينه ديسيبل. اوكي،
الان لما اعيد التشغيل ما راح يصير عندي شيء، لكن لو اني تركته على انيبل وعيد التشغيل راح يشتغل معي الاس اس اتش. انت درست اليوم تعلمنا ببساطة وبسرعة شلون تحكم بالواجهة الرسمية وشلون تحكم بإيقاف تشغيل الخدمات. طبعا الخدمات كثيرة كثيرة، من ضمنها مثلا نتورك مانجر، قد يحصل عندك مشكلة بالاتصال، فبدل ما تعيد الانترنت بدل ما تعيد تشغيل الجهاز ممكن تطفي خدمة الانترنت بالسكالة سيستم سي تي ال ريستارت نتورك مانجر. اوكي بس هذا هو طفى واشتغل بنكس باللينكس مينت او الابونتو اي تي سي انت دوت دي انت ورك مانجر ريستارت بالشكل هذا، وبعدين هو راح يسوي ريستارت. انتهى درس اليوم. طبعا درس اليوم مهم جدا للسيرفرات رقم واحد، ومهم جدا ايضا للمستخدمين العاديين على الواجهات الرسميه، لو حصل به اي مشكله تقدر تحكم به بالطريقه هذه. انتهى درس اليوم، اذا عجبكم سووا اعجبني، اذا ما عجبكم سووا لم يعجبني، لكن اتمنى للشخص اللي يضغط لم يعجبني يرسل لي رساله ويقول لي ليش، علشان قد اكون اخطيت المعلومه، قد اكون ما وصلت الفكره، فاحاول اني احسن من مستوى القناه مستقبلا. نشر الفيديو مهم بالنسبه لي، انشروا الفيديو قدر الامكان، خلونا نستفيد بعد انا وانتم تستفيدون. مع السلامه.